عاوتاني امك جات عندنا ما تلقى ما دير تجي لها الدار تبرزت ليا انا راسي ما حلتش نصرف عليك انت ما حلتش نصرف عليها هي والوالده راه عندك ربعات البنات سيري عندهم برزهم تما شويه والعزيز عليك هاد بنتك هادي ما تلقاي ما دير تجي عندها انا راه عييت هضري مع امك قول لها تمشي بحال هكا تمالك على الوالده ديالي فين ما تدور امك 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 تمال امي شنو داخلك واش انت ما عندكش امك راه كتبغيني كتجي عندي كتخاف عليا راه انا اللي عندها واش انا امك كتجبرتني فين عمر امي جات للدار مره في الشهر هذا راه كل نهار جايه عندي انا راه عييت وطلع عليا الدم هذا لا والوالده وما كنبغيوش لحو لك الهضره والبنادم تيسمع الهضره غادي يخرج بحالاتو خليني نرتاح مع مرتي في داري راه حشومه معلف راه قهرتينا هذا لا كل سيمانه جايه عندنا نعش الشيطان وحضر لي ما انا امي كتبقى امي راه باغيه ليا الخير نعش الشيطان راه امي مشي هذيك الشيطان هو بنادم الشيطان هو بنادم انا راه طلع ليا الدم غتبقي تجي منا غير عندك براتك ابرد نعش الشيطان نعش الشيطان وانت مالك على هاد الهضره كامله بردي بردي من الصباح حنا كنبردو فوق وانت طالع انا ما تبرديني ما والو لا خاطر امك تجي عندك ما عندها ما دير عندي انا في الدار صافي السلام عليكم الله يعاون صافي اللي بغيتي ديرو دير امي هادي راه نفضل امي عليك نتايا هادشي اللي بغيتي يا انت مالك وليدي درتيني في راسك يا عاد شوفني جايه وتكحل بالعمل كحل يا ما تبقى تنوض تبغي تتغدى يا ما تنوض تبغي تتعشى انت مالي انا اش دايره لك ياك تقولي يعطيني امي امتي بنتك ونتهلا فيك وانت بحالك بحال الوالده يا وليتي عاد شوفني نبقى ندق 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 يا بحال اللي ما كاينينش ومني نبرك ندير حجيره ونبرك حدا الباب عاد تحول الطل وتشوفني غدا كندخل والله الا عيب عليك يا وليدي انا راحت بنتي عزيزه عليا هي الصغيره وكنجي عندها مر عندي بناتي مسك عليهم الله مني نمشيو ما مهلاين فيا ولكن انا هادي اللي عزيزه على حيت هي الصغيره فيهم وانت كتشوفني يا وليدي راه ما درت لك والو الخير والي حسن بيني وبين وخليني نجي عندكم راه ما ديت ما جت ليكم ما باركه ماشي عيب اللي بركت معاكم وما كتبرصتينيش واش كدبي والماكله شكون كياكلها من غيرك انتي الماكله اللي عندي انا في الثلاجه راه قدامي انا ومرتي ديري معاها شي حل قولها تمشي بحالاتها راه ماشي انت اللي عندها راه عندها البنات هما الاخرين ما كيبغيوش يدخلوها ولا كتجي لها الدار يوميا تدخل فيها راه عندك راجلك اهتمي بيه اهتمي بناتك الاخرين راه حشومة عليك انا راه عييتيني وقهرتيني راه هذا الله معاك واش بغيتي تشتي الشمل لبنتك واش بغيتيني نطلقها باش تبقى على خاطرك وتجي تريح معاك في الدار ها العار ما عطيني التيسع انا على الشيطان الراجل وقولوا عدو بالله من الشيطان راجي ما دير امي كتبقى امي واش بغيتيني نوض نجري عليها وهي مكبره بيا وجايه عندي راه عندها ربعات البنات تبارك الله حتى شي وحده ما كتمشي عندهم كتجي عندي انا حيت كتبغيني انا هي الصغيره اللي بقيت ليها ونعس الشيطان وقولوا عدو بالله من الشيطان راجي مديره بحال ميمتك اش نقولك انا عييت وطلع ليا الدم من اليوم ما نبقاش نجي للدار اولي نجي نعس ونخرج بحالاتي حتى الدار ولا فيها الصداع وانا راسي ما كيبغيش الصداع الله يعاونكم هذا بلا ما يدير بيا السبه راه كيكذب ويتفلى راه مصاحب مع شي وحده عمني تعرفي الراجل راه ما بقاش يجي بكري وما بقاش يتغدى وما بقاش ياكل داخل وينقر خارج وينقر عارفيه كيعرف شي وحده نوض يا الهبيله نديك عند واحد الفقيه يصاوب لك قبل ما يفوتك الفوت نوض يلا نويك عند واحد الفقيه راه كنعرفو قديم ويلي الوالده اش كتقولي نمشيو زعما عند الفقيه ويدير لينا شي حاجه لا لا اختي راه كنخاف ولكن راه بصح كلامك على الحق راه المعامله ديالو ما بقاش كيف ما كانو بالاولى اولا داخل كيغوت اللي كنديرها معاه ما تتعجبوش حطيت لي الماكله ما تعجبوش عمرت لي اتاي ما عجبوش داخل وين فخ خارج وين فخ انا مشي امي مشي لبس حويجي ومشيو عند السيد اللي قلتي لي عليه اليوم بيا ولا بك المهدي نوضي يلا نمشيو نضربوا لي شي ضربه عمرو ما يبقى يدوي ما يتكلم شوف يا عوينه وسكت يا فيم ماشي هاد البروش غيبقى يلعب عليا انا ويعير فيا
نودي والله اليوم تنصمر لي المسمار، كنعرف واحد الشواف قديم كنعرفه في من مشي عنده كيقضي لي الغارات، هو البرك عير شوفني ونودي يلاه تبعيني نوض نقضيو لي الغارات قبل ما يجينا داك زيد يا الواليده غنبقى تابعاك حتى غنبقى بلا راجل بلا ولاد. ونودي جبدي لي الفلوس يلاه معايا عند الفقيه ياك ما قديمه ولا ما يدير لي والو، راه عاد التصوير هاي سكتو ما يبقاش يغوت، راه التصوير داك الواليده يبقى ساكت بحال الاصنام، ما يبقاش ساكت مره يدوي مره يسكت. يلاه نودي يلاه زيد يا ماما انا نبقى تابعاك حتى غنبقى بلا راجل. زيد يا فقيه في الكافيه جيجي. سلام سي الفقيه، جيت على حساب راجلي نشوفه ما بقاش كيجي عندي كيتعطل عليا، كيجي حتى الليل كيقول لي انا الخدمه انا هادي انا شكيت جيت عندك سي الفقيه تقول لي اش كاين. مرحبا ويا المرحبا، اللي جي عندي قديمه كندير كل شيء، الا ما كانش كيجي يجي يحبو نزلك الفعل ديالك قولي حق قلبي حيت خمامي باش عاشين الله إلي قلبي هات خمامي باش عاشين الله، قلبي تخمامي باش عاشين الله، قلبي تخمامي باش عاشين الله. راسك ما وحدة عريضة وزينة تبارك الله وطويلة عندها الفلوس عند اللقاء حولوه رب شاي دير بك نشي مشي جي فيها السقع ولا لقى رجع ولكن غدير بها المستحيل مش خارج الشعولة. من بقى يقول اش خلاه مشي دراهم يعني حتى في البوطاشي جوادي اللي يقولوا هاد الهضره هادي. أسي الفقيه أنا مخلاش لي 40 ريال، خلي لي 40 درهم. إيه راه الجن ولد الحرام نورتش معاه ويكذب عليا. واخا على أبوك، واخا على أبوك، عاملة أنت العشية ولورا لأمك. عندك الساعة، قال لك 40 درهم. نتاي واحد النصاب كبير، ودارتي بغيتي تجي تنصاب عليا أنا. محشوماش عليك. أنا نصاب أنا. انا الناس كيتسناو فيا وتقول لي تي نصاب بلاصتك ما تبقاي عندي حشم مالك اه الله يما الناس بكره نقدر بك ودير مع داك اللي داتك الراجل انا مالي علاش تفتك انا قولي انا علاش تفتك انا نصاب انا اشكتو راجوا طيحوا راجوا طيحوا انا نصاب انا نوضي قبل التيسير نوضي قبل التيسير نوضي قبل التيسير سيري دايتك الله ياخذك الحق حدقه فيا انا حدقه في داك اللي داتك الراجل نصعب يا دابا خصني نبدل صوتي هاي نفستو كد عينيك يا ديك دابا وزيد من بعدو. مرحبا لالا اش حب الخاطر؟ السلام الشريف بخير، واش عقلتي عليا وعرفتيني؟ انا الكليان ديالك قديمه. وشكون اللي ما يعرفكش؟ كاع الناس فرقتي من رجالاتهم، كاع الناس ترشمتيهم، خرجت حتى شي واحد الاثر، اقول شي صيفطتي للحبس، شي فرقتي على ولادو، شكون اللي ما يعرفكش؟ اش حب الخاطر؟ كاين ما نقضيو، راه هي الفلوس، قديمة خدام معاك، كان عاجبك في خدمة ولا ما كان عاجبكش، كاينة ضربة نوض. بغيتك تقضي لي يا سيدي واحد الغراض، راجل بنتي شوفني بحال اللي ما عرفت شكون شاف. ولي يسب ولي يعير وما يبقى يتغدى ما بقى يتعشى ويعير في بنتي ويخبط علينا في الدفف، ودابا راه جيتك تقادو ليا راه ما بقاش كيحشم ردوا ليا بحال شي حمار ما يدوي ما يتكلم هذاك الشيء اللي ليق لي وما دابا راه مفرعن مزيغاه شي وحده راه ما كيجيش لا مصروف لا والو كيبقى يعير فيا عا كيشوفني كاع يركبوا العفاريت كيقول لي امك اللي ما تكونش وبحال اللي ما عرفتش ديت لي دا
دابا راه كنطلبك وانا راه كنعرف قديم صاوب ليا لي شي حاجه الفلوس ما تخممش ليهم كاينه الفلوس. ومرحبا نقادولك ماشي ولي بحال الحمار وهادشي ولي بحال الزربيه ما يتحركش يجمد في بلاصه وانت عارفاني ما كنجمدو باش خميش يا لالا عليا الفلوس عطيني التصويره ديالو تقبط له نعاود مع الهضره شي نعزم عليه طوالي تجي بعيدة ميبقاش يتحرك بقيت ما طلعت حتى شي حاجة ولي يشوفك يفرح حسيت بك باش تقدر يضرب ما يحملكش سيدي داكشي اللي بغيت بغيتو ما يبقاش يدوي ما يبقاش يتكلم ها هي التصويرة عند بنتي في التليفون ها هي سيدي هي هادي التصويرة ولكن الله يرحم لك الوالدين ما تأذي ما حتى شي حاجة انا بغيتو غير يبقى يدريويش يشوف امي وما يدويش هذا المهدي صاحبي والبارح كنا مريحين في قهوة هذه هي المرة ديالو وهذه نسيبته وتنسيبه عنده صحارة وديما كتجي عندي وش عامل وقت فرقاته على مرته لا 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 بزاف خصني نقضع شيري أنا ما غرمنيش الفلوس وانا نعيط ونقولها ليه ولا رجعت عندك نسيبتك ومرتك جاو عندي وقالوا لي بغي ردوك بحال الحمار خصني نفيق وضروري صاحبي هذا هالفقي تا مني عطيتك التليفون وتا عساهي تا اش كاين وما بقيتي جاوبتيني اش غدير لي لا تا حاجه ما قلتيها عاش ديتي التليفون وزنزنتي مالك بقيت كنشوف فيه وانت كليانه ديالي وبغيت نقاد ليه الضربه بغيت يولي بحال العبيد عندك واللي قلتي عليه يديرها يا كتشي اللي باغا باغا ما يتحرك ما يتكلم ما يهضر ما والو دخلي وقت ما بغيتي خرجي وقت ما بغيتي غتولي تشوف فيه بحال مالية الأصنام بحالك زي الزون ونهانية عين هي الفلوس عين هي الفلوس ميبقاش بشر هذا يولي حمار هاشاك يلا الفقاش غتعطيني ندير ليه اللي غنعطيك الله يمين نقولولك كاع جنون مجموعين فيه ما غياكل ما غيسمع الطم ما يبقاش الدوي كوني هانية شدي شدي سير الله يسهل عليك والفقيه وهاد الجدول شتو خاوي وانا ديما ندي عندك عامر ودا شت ما فيه حتى حاجة وفاش غنديرو ليه وهاد الشيء خاوي الجدول خاوي راه ما كاتبوش انا كاتبو الجن اش غيبان لك انتي اش عارفين ما احسن مني انا ديال لا ما تبغي طيبي لي شي حاجه كبي لي شويه الزيت وطيبي الجدول وكبي لي الزيت وطيبي لي داكشي اللي غتعطيه داك قبط لا فمو يتخيل انا دي غنترزق الله نوضي الله يسهل لك تشبك الهضره بزاف جدول خير الله يعاون سيدي سير الله يعاونكم الله يعاونك صلي بعباد الله في الجامع كنصفي على الناس يا ربي تسمح لي خرجوا عنا تبعنا الفلوس راه خصني نعيط ليه نقولها ليه وكعوة والريفر بول ما عندهم والو الريال غادي تضربهم ضروري ياك ما عندهمش وغير ربحوكم الصح الفقيه كيصوني ليا ما عرفت مالو الو السي الفقيه السلام عليكم والله الا بخير واسمع اسمع جبت لك واحد الخبر رجع عندي مرتك ونسيبتك اجي نبغي نسحرولك ها وراتني تصويره وانا نعرفك جاب الله ما درت والو شوف ربي كبير واسمع اخويا وحدي معاهم عرفت شي واحد الجدول خاوي وكتديري معاه الزيت وطيبي ليه بيض الطاجين وعطيه غياكلو راه فمو غيتخيط وعقلو غيطير راه تيقتني وحدي معاهم سمعتي اخويا المهدي وانا علمتك والهضره ديالنا تبقى هنا اواه خويا زكريا راه نسيبتي ما كتحملنيش وباغا تاديني والله يرحم لك الوالدين فكرت العشره والطعام اللي تشاركنا انا وياك وما قدرتيني ما والو سير اخويا زكريا الله يجعل ربي يحفظك والمهم خويا ورد البال ودير فيها مسطي وضحك عليهم وشوف راه ما عندك ما دير بها لا مرتك لا نسيبتك يعطوك اتساع ما خدامينش لك هادو وزيدو نسيبتك ديما اسحاره وديما كتجي عندي كتسحر عباد الله
وعطاتني 1000 درهم. يلا هيدا خويا الله يعاونك. صافا خويا زكريا الله يرحمك الوالدين، درتي فيا هاد الخير، كنشكرك بزاف. من عطيتها جدو الخاوي ما عطيتهاش جدو العامر. شكرا خويا. ترى نسيبتي يا صاحبي، مشات عند الشواف باغا تسحر ليا، والشواف راه صاحبي ديما كنريح معاه في القهوه. عيط قال ليا ناري ربنون اوه صاحبي. والله ترى نسيبك خرج من هاد البلان كامل صاحبي، ما كنحملهاش اخويا. تجي عندي الدار باغي نرتاح مع مرتي، وهي يومين جايه عندي ومشات عمرات مرتي وداتها عند الشواف باش تسحر ليا. مرتك شي مشات معاها؟ اه قال هي اللي لعبات لها العقل اخو. انا عارف مرتك بشكل وبخير وكتبغيك اصاحبي. عرفتي شنو دير المادي؟ واحد النصيحه. شنو؟ سير دير راسك اتشرفك هذاك الشيء، فهمتي؟ حطات لك الماكله ولا حطات لك اي لعب، دير راسك كليتي هذاك الشيء باش تعرف البلان اش كانوا دايرين لك. هذا حل زوين اخو، هذا الشيء اللي خاصك دير المادي. غنمشي للدار وغناكل داك الشيء وغندير راسي بحال الحمار خويا كعوه. تصافي سير سير دابا غنمشي نشوف اش كاين باش ما كان علمنا المادي. رمضان اجي تاكلي معايا الطاجين، اما امك ما بغيتهاش تاكل معايا، ما كنحملهاش. اجي تيا تاكلي. اكل واش تتغوت ليا على مي بغيتيني ناكل مني غيدوز ليا؟ واش انا مسخوطه حتى للدرجة؟ اكل بالصحه ووليدي اكل. يلا يقدك ما قدينا عليه، حنا شبعانين فقصه. اكل. ايوا بلاش درتي معايا مزيان نشبع على راسي. الكفشة كنموت على الكفشة. هادشي هذا زين وبنين بسم الله. اهلا تاكلي ما عنديش المشكل. يا ويلي المهدي قلنا عزيدو تعشاو، والله الا حشومه عيب. عارفنا باقيين ما معشين ونتسناو فوق، وسير تاكل عب بوحدك يا ودير على الصباب يا وليدي. وقلنا عزيدو، ولكن انا مبقاش نجي عندك اوليدي مني وليتي نطيح مني وما بغيش تخليني نتعشى. صافي اليوم الاخر عمرني ما نجي عندك. واش غنقول لك الوالده شحال هذه كنعلك تعيقي؟ هذا الشيء هذا اللي كنت كناكلو ولا كناكل رزقي وكنضرب عليه تماره نهار كامل وانا نهز في الخيش، نهار كامل وانا عاوتاني البريكولي. كل مره واش كندير؟ وكنعرق وكنسخف باش ناكل الدغيمه ديال الحلال. واش انا نضرب التماره وتجي تلقايا واجده؟ اعطيني اتساع مزيان مني عقشي. الا لا ديري نفس ما بقيتش كنحملك، بعدي مني. ها العار ما عطيني اتساع. واش انا نضرب التماره ونتكرفس وفي الاخر تجي تشي وتلقاي كفشه طيبه وزوينه وتاكليها وتبقاي ليا هنا؟ هاد المره اللي كنتي باغا تجي عندي جيبي ليا شي حولي. لعب عليا اللي جريت عليك، جيب لي شي عطروز وما نجريش عليك. بقاي تاكلي معايا وتشربي معايا تسالي العطروز وسير الله يهنيك. وانشي تجي تشوفي بنتك وتجي طويله. انا راه عييت وتقهرت، الطاجين هذا بنين غناكلوه بوحدي. وانشي دبري راسك، راه الخبز واشي، خبز واشي بعدا كيطلع رخيص غير بدرهم، اما دار طالع ب 600 ريال. صافي بلا ما تبقى تكثر الهضره، راه كثرتي بزاف. هيا غتمشي في حالاتها، ابقى على خاطرك هادشي اللي بغيتي. صافي هيا غتمشي. بغيت عنعرف وليدي اش درت لك؟ انا ما كتحملنيش ما كتقبلنيش، منين نجي وتايا مغوبش وتكاعي وتتخنزر وانا وليدي مبقيتش غنجي عندك اليوم الاخر. ما انا على هاد الحاله تبقى مطيح مني مالي، انا ما عنديش فين نمشي. انا وليدي غنمشي في حالاتي اكون على خاطر. امي فاتحة غادا تمشي بحالاتك وما سخيناش بك. امي امشي بقاي معانا، الدار دارك واي حاجة بغيتيها نجيبها لك. هذا اللي قالك سيري بحالاتك هو اللي خاصو يمشي بحالاتو. انتي راك عزيزة عليا وكنحماق عليك ونموت عليك. مرحبا امي فاتحة، اش باغا؟ نعطيك الفلوس
نجيب لك شي حاجه من برا تاكليها. كلي الكبسه، شربي العصير ديال امي الفاتحه. مرحبا بك. وها هو ولاد ريف، ما بقى يدوي ما بقى يتكلم. احنا قادين ليه الطرحه، ما بقاش كيتكلم ولا يدوي، يشوف وساكت. والله يعز الفقها، ها هو والله الا دخل السوق راسو. فين هو داك الطفل عيس وديك العياقه وداك البخ؟ شتي تبعتي امك؟ ها هو ولاد ريف، كما درنا ليه كوكو قلب علينا الطاجين وكو يغوت. احنا ندورو تنعيو ونجيو نلقاو مريح ملبده ولا مكارمي. الله يعطيه الفقي الصحه. والله يسمح لينا، ما بغيناش يولي عاوتاني حتى لديك الدرجه بحال الحمار. حنا بغينا يولي يحترمك وصافي. لا لا خليه حمار وركبوا عليه سروا. عمرك ما تشفقي على بنادم، بنادم راه حرامي وخصك تزيدي عليه كثر من هكايا. هويلي بقى فيك انا كاع ما يبقاو فيا. اي أيوة والله يسمح لينا، والله يهدي ما خلق. اي أيوة والله يدير لي فيها الخير. انا هو الحمار وبني السلعه اللي جبتو من المارشي باش شارجيوها ورا ظهري. تم غادي بيكم تكر 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 تكر، ولكن ملي تصوروا الفلوس اوكلوني الشعير، ما تضيعونيش. عزيز عليا الشعير والتبن تبن. انا الحمار، انا الحمار. امي فاتحه اش بغيتي؟ اي حاجه نديرها معاك، نعطيك الخلصه ديالي. ها نوكلك نغسل لك رجيلاتك. انا هو الحمار. اويلي امي شتشي كنشوف، واش الفقي قلنا ليه هديه ولي ولي حمار؟ واش حنايا فين؟ واش حنا في زريبه؟ ويلي امي خرجت عليا بقيت تابعك. خلي غزه فيه الله. نوض نوض جيب لي علباني وبعدا نغسل عرجيلاتي، راه مضاريني كاع النهار وانا كنتمشى بهم، راه كلهم كيزدحوا. نوض نوض جيب لي علباني ونغسل رجليا. واخا واخا امي فاتحه، انا غنجبد السطل ونسخن الماء في المقراش ونغسل لك رجليك. كوني هانية ومحشوماش عليك باش ترديني بحال الحمار عندك وبحال العبيد، واي حاجة بغيتيها نعطيها لك. ومشيتي عند الفقيه بس تحري ليا وتأذيني، وهادشي هذا كامل حيت ما كنبغيش ندخلك لداري، حيت باغي نرتاح انا مع مرتي. ونتي يا المدام شنو صرفت معاك؟ ياك كنت كندير معاك الخير، واي حاجة بغيتيها كنعطيها لك. وما تخيلتكش غادا تأذيني بالسحور وتوكليه ليا باش نولي عندك بحال العبيد. انا صرفت معاكم، درت معاكم الخير، واي حاجه بغيتيها كنعطيها لك. واش انا عمرني خسرت لك خاطرك؟ ياك كتبغي تليفون كنشريه لك، كتبغي اللبس كنعطيه لك. امك اداتني، دابا انت تبعتيها. انا ما يمكنش ليا نبقى معاك دابا، انا عايش معاك وخايف. اي حاجه تحطها ليا غنولي نخاف، حيت نتي مشعويده وتبعتي امك، ونتي الوالده انا صرفت معاك. انا باغي نرتاح مع مرتي ونتي باغا تاذيني. المهم غنقول لكم جوج كلمات، هادشي هذا غيبقى بيناتنا، ما ندير لكم لا شوهه لا والو، غنخليكم منكم سيدي ربي ولا غياخذ فيكم الحق. جمع حوايجك وسير تبع امك وما تبقاش جي لهاد الدار، وبراتك غادا توصلك لداركم، ولا عطيها لك القاضي انا غنخلص لك. يلا السحاره حيدي ليا من داري، ما تسالش بنتك تعيش معايا مع وحده مشعويده. يلا برا. صافي طالب عليها، صافي كذبوا عليك حتى هي قشيم. ايوا سيدي تفارشنا تفارشنا، نقول الحقيقه انت السبب، هاد السيده هي سبابي، انت سبابي خرجتي عليا وضيعتي ليا مستقبلي وشتتي ليا شملي. اش غنقول دابا الناس وصحاباتي؟ اش غنقول ليهم؟ غنقول لهم بقيت تابع امي تخرجت لي على مستقبلي. ويلي ويلي وانا بغيتك عاد تولي تضحكي عليه، كان كيتكرفص عليك ويضا الله يعرفك وينقص منك. هي فاش ديتك عند الفقي الساعه الفقي ولد الحرام مشى كلشي قالوا لي الله ياخذ فيه الحق، كاع ما كان صحابو صاحبو. حتى دابا مالك علاش غتبكي؟ تاخذي احسن منه، انت زينه وشهبه. واش لا امي انا بغيت تسين، ما تشوفي لما حمل شاده في حبل. يلا كاين منو عادات كاين مار اللي فيا. والله عمر دار بعدي من دعتك الله يعطيك العافيه. انت خلي لي الدار شنو ما خليتي. أسير بحالاتك يا القنس السحار يا القنس الغدار، كتأذوا عباد الله، محشوماش عليكم، ما كتخافوش الله. أودي الصراحة كنت كنبغيها، ولكن غدارة ما عندي من ندير.
مشى رايحها في القهوة داب ونساها. الله يجيب شي بنت الناس اللي مش قادينا موال. أمها مش بقاش خطيبتها للدار.